لقيته والله لقيته. تعال شوف تعال شوف. السلام عليكم، شكراكم وياكم مادي من قناة وقوف قبل كل شيء. أتمنى ستشترك بالقناة وتحط أعلى لايك وتفعل جرس الإشعارات. مثل ما تشوفون اليوم وياي زيرو جيمر الورع والكورة. طبعا احنا ادفنتشر يعني ما يصير اضرب حرامات. المهم طبعا اليوم عندنا ماب اسطوري. طبعا جبت اليوم ورعان اثنين، اول ورع زيرو جيمر والثاني ايجي، طبعا هذا اسمه علاوي والثاني هم اسمه علاوي. روابط قنواتهم كلها بالوصف، اشتركوا بيها. المهم طبعا هسه تسألون شنو هذا؟ اول شغله لازم اقرا القوانين. المهم طبعا هاي اللغه اسطوريه. طبعا اسحب على القوانين، اول شيء نضغط ستارت. شنو نضغط ورع؟ المهم يلا شباب بنات، احنا لازم هذا الورع وين راح؟ احنا لازم نلقى الزر. طبعا هذا الماب ماب البحث عن الزر المفقود يعني. المهم ان شاء الله فهمتوها، اكيد فهمت. بس لحظه شمود واخر ورع واخر شمود. لقيت هلا بالاسطوره. شو ما يصير اضغطه شباب بنات؟ شفتوا الزر ما يصير اضغطه. ايش صاير؟ بس لحظه خلينا نعيدها من جديد. كفو. طبعا حسبوا انا حاليا نقطه زيرو جيمر صفر، علاوي او اي جهم صفر. المهم بس لحظه هاي المرحله الثانيه لقيته سهل. شنو هاي المخرج؟ المهم بس لحظة، أعتقد موجود فوق هذا الجبل. بس لحظة أول شيء لازم ها صدق نسيت أقول لكم، رمضان كريم وتقبل الله صيامنا وصيامكم وصيام أجدادنا وصيام أجدادنا ال 16. المهم أمزح. وبعد شنو عندنا؟ بس لحظة الزر وين موجود؟ طبعا أنتم ما تعرفون هاي الشغلة، أنا محترف بإيجاد الزر يعني بسهولة ألقى الزر. شوفوا الزر موجود هنا، وينه؟ كفو والله شو ما كان. المهم حلو لقيت الزر. هاي شنو؟ شوفوا والله هاي المرحلة أحلى مرحلة بالعالم. شوفوا يلا أطفر وي. التحديث الجديد بسمك أو أسماك وقرش ما أدري شو يسمونه وحيتان. والله هذا التحديث كلش حلو. شوفوا الأسماك. بس لحظة زين معقولة يصير الزر تحت الماء؟ مستحيل الزر يصير. بس لحظة والله لا أتوقع مو تحت الماء، بس مصمم الماب نوب كل شيء يسوي. بس لحظة هذا مدخل سري. هلا لقيت الزر لقيته. شوفوا وكم اخرو شنو انتم اخرو شلون ادخل؟ انحصرت. بس لحظه خليني اطلع. راح اموت اطلع يا ورع. كفو زين الزر. بس لحظه اول مره خلص اصعد هنا، الزر وين موجود؟ والله ما ادري. المرحله هاي صعبه، اكتبوا لي بالتعليقات هم تحبون هاي المراحل الصعبه او لا. شوف سمك ورع. طبعا نسيت اقول لكم شغله، ضغطوا لايك واشتركوا ضغطوا هسه ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات. هذا الحوت ورع. بس لحظه مش موجود هنا فارغ. المهم شباب بنات انا استسلم. ما تشوفون لقيت الزر. طبعا مو انا لقيته، هذا الورع ايجي او علاوي هو اللي لقاه. طبعا اول شغله المكان اللي بيه الزر والله كلش صعب. شوفوا الزر وين موجود؟ شوفوا تشوفونه هذا الزر اصلا ما ينشاف. شوفوا مصمم ما شلون خليته هنا. شوفوا ما يضغط بصعوبه. شوفوا لكن ضغط ورع ضغط. كفو هاي المرحله اعتقد الثالثه. شنو هاي المرحلة مال الورود؟ طبعا هاي الورود تعبر عن المشتركين الاساطير. انتم ورود انتم كلش حلوين. شلوني بالغزل؟ اتغزل بيكم. المهم بس لحظة الزر شنو الزر؟ الزر وين موجود؟ مش موجود هنا. كفو لقيته والله انا لقيته. وخر زيرو جيمر وخر انا وينه؟ كفو حسبوا 2-0. لا زيرو جيمر اعتقد واحد، لا علاوي واحد او اي جي واحد وانا نقطتين وزيرو جيمر صفر. طبعا الخاسر راح يتعاقب. بس لحظه الزر وين موجود بهذا البيت؟ اتوقع تحت الطاوله الله اعلم. بس خلينا نشوف، اعتقد تحت الطاوله لان مصممين المابات اكثر شيء يخلون باماكن ما تخطر على البال. المهم بس لحظه نشوف الطابق الثاني اعتقد هم فارغ. صندوق هم فارغ. هاي ناس سرير اسود ورع. المهم بس لحظه هناش موجود هالصندوق هم فارغ. زين اذا ما موجود بالبيت وين موجود؟ اتوقع اكو مكان سري. مثل ما تسمعون اكو مكان سري، بس وين ما اعرف. المهم بس لحظه خلنا اطلع اول مره من البيت. ولك تعال ورع زيرو جيمر ورع. زين اجتلي فكره شوفوا ما دام اكو اشجار يعني اقدر اصعد. يلا وي
حلو، اصعد ورع. انا متاكد 100% تريليون بالمية. شوفوا اذا لقيت الزر فوق وينه، اذا لقيت الزر فوق الاشجار اضغطوا لايك، واذا ما لقيته ما تضغطون. يلا 1 2 وي كهو لقيت، هلا اضغطوا لايك. ماني اقول لك المهم يلا 1 2 وي زين. اعتقد هاي المرحله صعبه. المهم مثل ما قلت لكم كلكم اضغطوا لايك، اي واحد جاي يشوف الفيديو وي اضغط لايك، ضغطوا لايك، فجروا زر اللايك، كسروا. اريد الزر يقول رحموني. يلا شنو زر اللايك وي. المهم زين هاي المرحله اعتقد باركور. والله اكره الباركور، اكرها وي. تعرفون ليش الباركور صعب؟ اذا وصلت هناك ضغطوا لايك. يلا وي كفو. والله صاير محترف، تلاحظون هاي الفتره انا صاير محترف. اي محترف بماينكرافت محترف. المهم بس لحظه زين، انا اعتقد الزر موجود بمكان يعني ما يخطر على البال. بس لحظه اتوقع الزر موجود فوق، اي مثل ما تسمعون الزر موجود فوق، بس شلون راح اصعد هنا المشكله. زين هاش موجود، هلا لقيت مكان الزر، لقيته، شلون ادخل؟ ما موجود هنا. زين وين موجود؟ الله ارحموني ارحموني شباب بنات. شوفوا زيرو جيمر وعلاوي هم الثينات، للعلم الثيناتهم اسمهم علي. المهم يلا 1 2 طلع، يلا هذا انسحب الورق. يلا 1 وي حلو. اول شغله علاوي اخوي، طبعا هو اخوي علاوي هذا اللي اسمه ايجي زيرو جيمر ابن عمي، طبعا الثيناتهم ورعين. شوفوا انحصر هنا ما يقدر يطلع. حلو شوف تريدني اساعدك انطيني اشتراك، اشترك بالقناه، اشترك ورع واشترك، انطيني هسه بيتزا اطلعك منه. والله طلعك ورع، ظل هنا ظل، عقوبة لك عقوبة. زين انا طبعا راح اساعده. يلا وي شباب بنات، طبعا ايجي هذا الورع تشوفون اسمه، هذا الورع طبعا لقى مكان الزر. شوفوا تتخيلون الزر وين موجود؟ والله مستحيل تلقونه، شلون لقى هذا الورع ما اعرف. يلا 1 وي. المهم شوفوا الزر مخليه مصمم الماب مكان كلش صعب. وي شوفوا الزر وين موجود؟ مصمم الماب ايش قد نذل. المهم هاي المرحله اعتقد مال اللافا، شنو مال لافا؟ هي مال لافا النار، يعني مرحله الجحيم. وي هم زين ما ماتت. زين ها زيرو جيمر ايش مزرعه لقى الزر؟ والله هذا ورع. مرحله الغابه اكرهها، ورا شنو ورا؟ والله اكرهها. زين الزر وين موجود؟ شوفوا الزر اذا ما لقيته من البدايه خلاص انسحب، لان مرحله الغابه كلش صعبه. اول شيء 100,000 شجره، مليون شجره، وين ادري الزر وين موجود؟ طبعا مثل ما تشوفون هاي غابه السنافر. المهم وين بابا سنفور؟ والله ما ادري. بس لحظه الزر اعتقد موجود تحت الاشجار، بس لحظه لا ما موجود. زين وين شلون اصعد؟ والله ما يصير اصعد. زين مصمم الماب المهم خليت هالمرحله، اعتقد هاي المرحله بيها مكان سري، اكيد بيها مكان سري، بس شلون راح اصعد فوق؟ الشجر ماكو، شوفون ماكو الاشجار كلها ما بيهن. طبعا علاوي او هذول الورعان الاثنيناتهم جاي يبحثون بذيك الصفحه وكل شيء ماكو. زين ضغطوا لايك لو لا؟ زين هلا بالورع، هلا شلونك؟ هلا شباب بنات، اريد من عندكم شغله، تشتركون هسه بالقناه، اكو مربع او مستطيل احمر مكتوب بي سبسكرايب او اشترك، هسه كسروا دمروا اشتركوا بالقناه، هسه اشتركوا بالقناة. كلكم اذا كلكم تشتركون نوصل مليار مشترك، نوصل 100,000 مشترك. المهم اشتركتوا تمام، ضغطوا لايك، اضغطوا لايك هم تمام، وفعلوا جرس التنبيهات او الاشعارات، ولا تنسون تكتبون تعليقات حلوه حتى ان شاء الله بالفيديوهات القادمه تعليقاتكم تطلع بالفيديوهات. المهم شباب بنات، تلاحظون الزر ما موجود، اعتقد الزر موجود فوق الاشجار، بس شلون راح نصعد؟ والله ما اعرف. المهم راح اشوف لنا طريقه او مكان نصعد منه ونرجع لكم بعد مليون سنه. هلا والله بالاساطير. طبعا شباب بنات زيرو جيمر لقى طريقه نصعد بها، شوفوا والله شلون لقاها ما اعرف. يلا وي حلو. طبعا بعد ربع ساعة، أول شغلة خلينا نصعد هنا، مليون بالمية الزر راح نحسب نقطة زيرو جيمر، بس ما يستاهل زيرو جيمر. بس لحظة شلون أصعد؟ والله ما أعرف، أكو مكان سري لو شنو؟ ها هنا، يلا وي حلو، كلش حلو. يلا شباب بنات، تتوقعون نلقى الزر هنا أنا لو لا؟ أنا أتوقع يعني نقول نلقى، بس لحظة خلينا نشوف هذا المكان مصمم الماب وين مخليه الورع؟ شلون خلاه بالشجرة؟ حلو طبعا النقطة انحسبت الزيرو جيمر. طبعا نسيت اقول لكم شنو
استسلم. خلاص خلاص اوغا يعلن الاستسلام. مستحيل القى. طبعا راح اضغط كل الازرار بعد سنة سنتين. بس لحظة اكو كوماند بلوك ما بين ازرار، ليش؟ والله ما ادري شنو، اعتقد لقيته. بس لحظة زين، تتوقعون راح القاه بسرعة لو لا؟ هاي المراحل اللي بيها ازرار كلش كثيرة او هواي مزعجة. زين اذا القى الزر هسه تضغطون لايك، والله كلكم تضغطوا لايك اذا القى الزر. يلا ان شاء الله القى القى، والله القى، لازم القى لازم القى. شباب بناتنا لا تفشلوني لا تفشلوني، اريد الزر. وين الزر؟ وين وين؟ ضغطوا لايك ضغطوا لايك والقى. بس ضغطوا لايك القى. لا استسلم استسلم. وين وين الزر؟ كفو. وبنهاية المقطع لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون احلى لايك وتفعلون جرس الاشعارات. طبعا شباب بنات رمضان كريم وتقبل الله صيامنا وصيامكم. لا تنسون قناتي الثانية بالوصف، اشتركوا بيها، وحسابي بالانستغرام هذا اسمه، والرابط مال حسابي بالانستغرام بالوصف. اتمنى تسووا لي فولو او متابعة. طبعا الجزء الثاني او تكملة هذا الماب ان شاء الله بعد كم يوم، لان الماب صار كلش طويل. احبكم، مع السلامة.